مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه After Ever Happy. فيلم النهاردة هو المعنى الحرفي للعلاقات التوكسيك والشخصيات التوكسيك اللي بتعدي علينا كلنا. في مننا اللي بيصمم وبيعافر فيها وتقولك I can fix him، وفي اللي بيلقطها من بدري وبينسحب. تعالوا نشوف أبطالنا اتعاملوا ازاي. بيبدأ الفيلم بهاردن وهو في حالة صدمة لما بيكتشف ان كان ابوه اللي عاش معاه طول عمره ما كانش هو ابوه الحقيقي، وان ابوه الحقيقي هو كريستيان. بيروح هاردن حفلة موجودة فيه مامته وكريستيان وبيقول لها انه عارف الحقيقة. بيحاول كريستيان يهديه ويقول له انه كان انتيم كين زمان، وبسبب اهمال كين لمامته وغيابه عنها طول الوقت لجأت لكريستيان وغصب عنهم حبوا بعض، وكان بيتمنى يكمل معاها بس اكتشف بعد كده انها حامل ونسبت الولد لكين. وقتها خاف يدمر حياتها وبعد. هاردن ما بيستحملش يسمع كل ده وبيمشي من الحفلة، وبتحاول صاحبته تيسا تروح وراه وبتكون في البداية مش لاقياه. بيروح هاردن عند بيت كريستيان وبيفضل قاعد قدامه وبيفتكر ذكرياته وهو طفل، واللي بنعرف من خلالها انه تربى مع اب مدمن وده كان بيعرضه للضرب والعنف من كين طول الوقت. عشان كده هاردن بيحس ان مامته وكريستيان بابا الحقيقي ظلموه لما سابوه يتربى مع اب مدمن وعنيف. بتوصل تيسا لهاردن وبتحاول تهديه بس بيسيبها وبيدخل بيكسر باب بيت كريستيان وبيدخل وبيقرر يحرق البيت. بتحاول تيسا تمنعه لكن مش بتعرف، وفي اللحظة دي بيوصل كريستيان وبيطلب من تيسا تروح بالعربية بسرعة وهو هيقدر يخرج لها هاردن. بتحصل مواجهة بين هاردن وكريستيان، بيقول له فيها كريستيان انه جايز هو ومامته غلطوا وظلموه لما معرفش الحقيقة طول عمره، بس اللي بيعمله دلوقتي وأذيته لنفسه مش هترجع حقه ولا هتريحه. ساعتها هاردن بيفوق من اللي بيعمله وبيجري من البيت قبل ما البوليس يوصل. بيركب مع تيسا العربية وبيهربوا. بيفضلوا في العربية لحد الصبح، وبتطمنه تيسا ان كريستيان قال انه حرق البيت بالغلط وحمل نفسه المسؤولية. طبعا كل ده ما بيحسسش هاردن بأي تعاطف ولا تسامح لكريستيان، وبيطلب من تيسا تسيبه لوحده وانه محتاج يبعد لان علاقته بيها هتأذيها وهو حياته ونفسيته متدمرة حاليا. بيصمم هاردن على موقفه وبتمشي تيسا وهي محبطة، وبترجع لكريستيان ومراته اللي هي كمان بتكون متضايقة من كريستيان بعد ما بتعرف حقيقة خيانته ليها زمان مع أم هاردن، لكن مش بتسيبه وبتتجاوز الموضوع. بتقعد تيسا مع مرات كريستيان وبتحكي لها إن هاردن مصمم يبعد عنها، وبعد كلامهم سوا بتقرر تيسا تمسك في العلاقة التوكسيك بإيديها وسنانها، وبتعين نفسها مصلحة اجتماعية ونفسية وبتقول I can fix him، وبتاخد بعضها وبتلبس الحتة اللي على الحبل وبتتصل بهاردن اللي بيكون في حفلة ومولع الدنيا بيشرب عشان ينسى اللي حصل له في حياته. بيرد على تليفون واحد من الحفلة وبيقول لتيسا مكان الحفلة، فبتقدر توصل لهاردن بالطريقة دي، وهناك بتشوفه في حضن واحدة تانية. في البداية مخها بيشتغل طبيعي وبتقرر تمشي وتسيبه، وفجأة قلبها يقول لها لا ارجع انقذيه، ما انت مصلحة اجتماعية بقى. ترجع له مرة تانية عشان يخرج معاها من المكان الموبوء ده، ولما بيرفض يمشي معاها بتقول له انه لو ما خرجش معاها هتبقى دي اخر مرة يشوفها فيها. ما بيهتمش هاردن وبيقرر يفضل، وما بيتحركش وراها الا لما واحد بيحاول يعاكسها. ساعتها بياخدها وبيخرج من المكان، وبدل ما يفوق ويرجع لها بينفعل عليها وبيطلب منها تسيبه لحياته وتبعد عنه لانه مش عاوز يدمرها معاه ولا ينفع لها ولا ينفع لغيرها. واخيرا تيسا بتقتنع وبتمشي، وبتقرر تروح لباباها اللي بنعرف مع الاحداث انه النسخه الثانيه من هاردن، راجل فاشل ومدمن ما كانش قد مسؤوليه علاقته بمامتها ولا بيها وسابهم وعاش لوحده، وفضلت علاقتهم مقطوعه ببعض وبدات بس تتصلح مؤخرا. ويمكن ده بيفسر لنا سبب تمسك تيسا انها تصلح هاردن. اوقات كتير نفسيا بنكون فشلنا في علاقات في حياتنا بتخلي عقلنا رافض يعترف بالفشل ده، فبيدخل بعدها في علاقة شبه بالظبط العلاقة الفاشلة عشان يثبت لنفسه انه المرة دي هيقدر يحلها. وده اللي كانت تيسا بتحاول تعمله، انها تصلح هاردن عشان علاقتها ما تكونش فاشلة زي ما كانت مع باباها. المهم نرجع لفيلمنا مرة تانية. بتروح تيسا لباباها وبتلاقيه ميت اوفر دوز. وقتها بتدخل تيسا في حالة انهيار، وبيكون معاها صاحبها لندن اللي بيحاول يتصل كتير بهاردن لحد ما بيوصل لهاردن وبيحكي له اللي حصل. وقتها بياخد هاردن بعضه وبيروح لتيسا عشان يقف جنبها في محنتها، وبيحاول يرجع لها مرة تانية لكن بترفض تيسا تشوفه في البداية وما بتكونش طايقاه، لكن بيصمم يفضل جنبها. وفي الجنازة بنكتشف ان هاردن اللي اتكفل بكل مصاريفها وما قالش لتيسا،
أهو حاول يعمل حاجة صح. وبعد كل الأحداث دي في حياة تيسا بتحس إنها محتاجة بداية جديدة لحياتها بعيدة عن كل المشاكل دي، عشان كده بتقرر إنها تسافر وتنقل حياتها لنيويورك وتعيش مع لندن اللي عايش وبيشتغل هناك. في الوقت ده وبعد ما بيشوف هاردن تيسا متدمرة بعد وفاة باباها، بالرغم من انه كان اب مدمن ومهمل، الا انه بيحس انه كان عندها طاقة تسامح وحب بتحرك جواه حتى الكن. بيقرر يروح يقعد مع كين في مكتبه ويواجهه، وبيسأله ليه كمل مع مامته رغم انه من جواه عارف انها بتحب كريستيان وغلطت معاه. فبيقول له كين انه من كتر حبه في مامته تخيل انها ممكن تحس بيه في وقت من الاوقات وتشوف ان كريستيان مش الشخص المناسب، وبيقول له ان شكه طول الوقت ان هاردن مش ابنه هو اللي دخله في سكة الشرب والادمان عشان يفضل مغيب عن احساسه بخيانة مراته. بيتأثر كين وبيقول لهاردن انه كان عارف من اول يوم انه مش ابنه، ورغم كده حبه ولسه بيحبه وبيعتبره ابنه. بيتأثر هاردن بكلام كين وبيحضنه، وبيبان انه بدأ يسامحه او يتصالح مع اللي حصل له. وعشان تزود تيسا مشكلة على مشاكلها بتقرر فجأة تسأل نفسها سؤال، هو انا ما بخلفش ليه؟ فبتروح للدكتور وبيقول لها انها عندها مشاكل صحية تمنعها من الخلفة، وبيقول لها انها مش هتقدر تبقى ام غير لو اتبنى الطفل. بيكلم هاردن تيسا في التليفون وبيحس من صوتها انها مش كويسة، ولما بيروح لها البيت بيلاقيها سكرانة. غالبا الفيلم ده برعاية هينيكن. المهم بيفضل معاها وبيبات معاها للصبح، وتاني يوم بتقول له تيسا انها اكتشفت انها مش هتقدر تبقى ام. بيديها هاردن اول رد فعل محبط جدا وبيقول لها انه زعلان انهم هيتحرموا من الخلفة، وبعد كده بيحس انه عك الدنيا فبيقول لها انه مش مهتم بالاطفال، المهم عنده انها تكون في حياته. وفي نفس اليوم بالليل بيروحوا تيسا وهاردن تجمع مع لندن واهله وصاحبته نورا، وهناك بتطلب تيسا من هاردن في وسط القعدة انه يكمل دراسته ويتخرج، وبيوعدها انه هيفكر في الموضوع. بعدين بتقول له انها عاوزة في كلمتين على جنب، وبتقول له انها حاسة ان علاقتهم مش صحية، بيسيبوا بعض كتير وبيرجعوا لانهم بس مش قادرين يبعدوا عن بعض، لكن مشاكلهم هي هي وده مخليها محتاجة تبعد، وبتبلغه بقرارها انها هتسافر نيويورك وتقعد مع لندن. بيتصدم هاردن وبينفعل وبيروح يضرب لندن عشان ده انتيمه، وعارف قد ايه هاردن متعلق بتيسا فبيتضايق انه شجعها على السفر. كل اللي عمله هاردن ما بيغيرش حاجة، وفعلا بينفصلوا وبتسافر تيسا لنيويورك، وهناك بتساعدها نورا تلاقي شغل وبتشغلها في مطعم راكي معاها، وبتكون مقيمة مع لندن وبتتابع حياة هاردن من بعيد. اللي بنكتشف انه المرة دي فاق لنفسه، ما هربش بالشرب، بالعكس كمل دراسته ونفذ طلب تيسا وتخرج من الجامعة وراح لمصحة علاج ادمان وبدأ يتعالج من ادمان الكحول. كل ده كان مفرح تيسا، لكنها ما حاولتش تكلمه ولا ترجع له، بالعكس كانت بتحاول تتعايش مع حياتها الجديدة وبدأت تتعرف على ناس أكتر. بيجي يوم بعد 5 شهور من انفصالهم وبيقول لندن لتيسا إن هاردن جاي لنيويورك وهيقعد معاهم في نفس البيت. بتقرر تيسا إنها تاخد شفتات كتير في الشغل عشان تبقى مشغولة أكتر وما تشوفهوش، لكن على مين؟ أول ما هاردن بيوصل بيروح لتيسا على الشغل وبيستناها لحد ما تخلص عشان يرجعوا سوا البيت. في البداية بتتجاهل تيسا اهتمام هاردن وبتتعامل معاه كمجرد صديق، لكن مع الوقت بتلاحظ تغيره، وفي يوم بيكونوا بيطبخوا سوا وبتبدأ مشاعرهم تتحرك ناحية بعض، لكن هاردن بيسيطر على نفسه وبيقول لها انه مش هياخد اي خطوة غير لما هي تكون جاهزة يرجعوا لبعض. كل ده بيثبت لها ان هاردن اتغير بجد وبقى حد جديد مهتم بشغله وبصحته وناضج اكتر من زمان، وده كله بيخليها تقوله انها موافقة يرجعوا، وفعلا بيرجعوا لبعض. وفي يوم بيروح هاردن اجتماع شغل بتشوف تيسا ورق وكتاب كاتبه هاردن فبتمسكه عشان تقراه، وهنا بتكون الصدمة، بتلاقي هاردن كاتب قصة حياته معاها وبتكتشف ان دي مذكراته اللي بتوثق علاقتهم وكمان تفاصيل حياتها وعلاقتها بباباها ومشكلتها مع الخلفة. ولما بيرجع هاردن بتواجهه تيسا باللي قريته ومش بينكر، وبيقول لها انه من زمان كان بيكتب مذكراته عشان يخرج الكبت اللي جواه، وعمره ما اهتم باللي بيكتبه ولا اخده على محمل الجد لحد ما دخل مصحة الادمان وطلبوا منه يعيد كتابتها ويقراها لهم. ولما عمل كده لقى تشجيع من الكل على قصته اللي بتدي امل لكل الناس، فبالرغم من ادمان باباه وباباها وبالرغم من كل المواقف الصعبة اللي عدوا بيها حبهم فضل مكمل، وكان حب صادق بيحاول يخليهم احسن، وان ده خلى دور نشر كتير بتتهافت على هاردن علشان تمضي معاه. بتحس تيسا ان هاردن استغل قصتها من غير ما يرجع لها وناوي يتربح منها كمان، فبتقرر تسيبه وتنهي علاقتها بيه لانه بيقع من نظرها،
وبدل ما هاردن يمسك فيها ويتخلى عن نشره للكتاب، كمل طريقه واختار يحس بالنجاح والإنجاز عن إنه يكمل قصة حبه، وفعلا نشر الكتاب. للقصة بقية، بس يا ترى هيفضلوا في الدايرة دي من الرجوع والفركشة، ولا هيبدأ كل واحد منهم حكاية جديدة مع شخص جديد؟ وهل شايفين إن هاردن كان أناني وكان طول الوقت بيختار اللي يريحه حتى لو على حساب تيسا؟ ولا تيسا اللي كانت أنانية وما وقفتش جنب هاردن في لحظة نجاحه لأول مرة، حتى لو نجاحه ده على حساب خصوصيتها؟ الحلقة دي من كتابة ريم هشام المعريفي وتعليق صوتي ستيفن حليم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.